السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نديرو خبيزات ديال الهمبرغر. حنا غنبداو في المقادير. دونك غادي نحتاجو كاس ديال الحليب، غادي نحتاجو معلقة كبيرة ديال الخميرة، معلقة كبيرة ديال السكر، 3 ديال معالق ديال الزيت، معلقة هنايا البيض ديال البيض، وصفر كنخليو أباغ، وهنايا معلقه كبيره ديال الخل. ديال الخل غادي نستعملوا الكاس اللي درنا فيه الحليب، نديروا فيه 3 الكيسان ديال الطحين ومعلقه كبيره ديال الزبده، نخليوها تذوب شويه، والصفر كنخليو اباغ. الصفر ديال البيض. الو غادي نبداو بالحليب. على بركه الله كنديروا هنايا، من بعد كنزيدو معلقه ديال الخميره، وكنزيدو معلقه ديال السكر، معلقه ديال السكر، وثلاثه ديال معالق ديال الزيت، البيض ديال البيض، ونكملو بمعلقه كبيره ديال الخل. من بعد كنخلطو كلشي، كنخلطو مزيان، كنخلطو كلشي مزيان داكشي. غادي نزيدو جوج كيسان ديال الطحين، ها هو الكاس الاول، وكاس الثاني، وغادي نبداو نخلطو. وكنخليو هذاك الكاس الثالث ديال الطحين غنستعملو من بعد. لاباط بدات كتقال شويه، وغادي نزيد دابا هذاك الكاس الثالث ولكن بشويه بشويه، ونبدا ندور حتى جوبتي هذاك لا تيكستور اللي بغيت. نزيد واحد شويه، ها هي بدات العجينه كتجمع، بدات كتجمع، كل لاباط اوموجين. غادي نخدمها بيدي، نزيدو شويه ديال الطحين، نزيدو واحد شويه ديال الطحين، ها هي لا تيكستور بدات كت دابا اون فوا كتجمعات لينا لاباط، غادي نزيدو معلقه كبيره ديال الزبده، فوالا كتولي بحال اون كريم. غادي نزيدها لداخل بحال اون بوماد، تبقاو تجمعوها تجمعوها، تبقاو تدخلو ديك الزبده في هاد العجينه، ميلون على العجينه ديالكم. من بعد نزدنا الزبده، انتما كتشوفوا ولات العجينه مطاطيه مرخوفه، غتخليوها واحد نص ساعه حتى لساعه الا ربع حتى يتضاعف الحجم ديالها. انا دابا غطيتها وغنخليها تخمر. دابا لاباط ديالنا طلعت، غادي نهزها وغادي ديغازي، وغادي ديغازي، وغادي نحطها هنايا وغادي ديغازي اب. ديك فيها شويه الطحين، فوالا هاهي نيت، دورناها شويه في الطحين، فوالا فوالا
ولا بحال ينبول بس فوالا صافي مزيان صافي بركة وكتحطيها صافي ليش يا ماما متوركيش فوالا كونستانسي بيان فوالا مانيفيك. حطينا الخبيزات ديالنا هنا غادي نغلقو عليهم غير واحد شويه هنا يديك شويه في الطحين باش ما يلصقوش هكا ليجيرمون لي زابلاتير واحد شويه غندهنيهم بشويه ديال البيض ونديرو عليهم البابو نديرو عليهم الحبه السوداء نديرو زنجلان اللي بغيتو ديروه ديروه حسب الذوق عليهم شويه ديال الحبه السوداء الواحد كيدير على حسب الذوق ديالو صافي دابا غادي ندخلهم الفران دابا كنديروا واحد المقيله فيها شويه الزيت وكنرموا الصلاه ديالنا نشفروها واحد شويه هي البصيله دابا تشحرات غادي ديروا عليها شويه القزبر ومعدنوس هذا القزبر ومعدنوس كيعطيها واحد الطعم زوين بزاف واحد اللذه هذه غادي نزيدوها على الكبسه باش غنعمروا لهم البوردور ديالنا حنا كرمين ديك البصيله اللي شحرنا مع القزبر ومعدنوس غنزيدوا التوابل شويه ديال الثومه شويه ديال الملحه شويه ديال البزار شويه ديال الكمون هنا البزار والملحه فوالا هنا الثومه هنايا التحميره والكمون غادي نخلطوا الكل هذه هي الكبسه اللي غادي نديرو في مع البرغر الخبيزات ديالنا دابا غادي نديرو لهم هكا ندوروهم خبيزات صغيورين على حسب الخبيزات اللي صوبتو ومن بعد منين يقرب الفطور غادي ديروا واحد المقيله ولا تدخلوهم الفران اللي بغيتو باش يطيبوا ومن بعد تعمروا الخبيزات ديالكم فوالا بهذه الطريقه هذه الخبيزات ديالنا هما طابو جاو محمرين زوينين فوالا غادي نقطعوها هكا على النص ديالها زوينه دابا كنديرو فيهم شويه ديال الكاتشوب ديروا لاصوص اللي بغيتو ديروا عليهم طريفه ديال المطيشه كنديرو شويه ديال المايونيز كديروا هادي شنو فيها هاد المايونيز هادي سي اون صوص فروماجور صوص فروماج المهم كديروا الشكل اللي بغيتو دي صوص اللي بغيتو حنا كاينين اللي درنا فيهم الكاتشوب كنا اللي درنا فيهم هاد لاصوص هادي هذيك لو فروماج كتحطوا الكفته ديالكم نحطو عليهم شويه ديال الشامبينيون كاين اللي فيهم لاصوص طوماط كاين اللي فيهم لاصوص ديال الفرماج ان فات لي فوق صوص الفرماج بور فيرمي لو لامبرغر اي اون با صوص باربيكيو فوالا Prego. Et alors on va refermer. Bellissimo. Molto bene. Notre hamburger comme ça et hop, on pique en plein milieu et ça nous fait notre joli burger. Je vais faire un champignon qui est zouin. Ils
لونغور ديالنا، هادو هما لي ريزلتا فينال.